متابعة الأرقام تدريجيا في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي مش هتفيدنا كتير ولا هتفيد المشاهد الكريم، لأن احنا قاعدين ساعتين قاعدين ثلاثة وماشيين، قد يأتي الزملاء اللي بيغطوا بقية الحملة هيتابعوها، فبالتالي التركيز على زدنا كام وبقينا كام دلوقتي مش هيفيد قوي، إلا إذا كان السسبنس بتاع اقتراب واحد من الرقم المطلوب أو تباعد. أنا كانت فكرتي إنه لماذا تتأرجح هذه الولايات؟ اسمحي لي أن أنا أوافق معالي السفير، إنما اسمحي لي أن أقول لك ماذا يتم في هذا الإطار. السيدة هيلاري كلينتون تمتلك الآن مؤكداً 268 صوتاً، هذا غير كافي، أنه يجب الحصول على 270 صوتاً. السيد دونالد ترامب يمتلك مؤكداً 204 بالفعل، أنت متابع هو معالي السفير 268 لهيلاري كلينتون وترامب 204، هناك 66 صوتاً متأرجحة، فلوريدا 29، بنسلفانيا 20، نورث كارولينا 15. فإذا أراد دونالد ترامب أن يصل إلى رقم 270 يجب أولاً أن يفوز بجميع الولايات المتأرجحة، وإذا خسر إحداها يجب أن يسحب واحدة من المضمونين بتوع هيلاري كلينتون اللي هي دلوقتي واصلة 268. أما إذا خسر فقط واحدة من هؤلاء الولايات من هذه الولايات المتأرجحة خسر السباق، لأنها تمتلك، أكرر للسادة المشاهدين، 268 صوتاً وهو عنده 204، لازم يكسب كل الباقي عشان يوصل ل 270. إذا كسب كل الباقي مبروك على ترامب ونقول له أهلا وسهلا، إنما إذا خسر واحدة صحيح تذهب لرصيد هيلاري كلينتون وتتفوق عليه ب 270 عشان هو يكسب، بالرغم من خسارة واحدة من الولايات المتأرجحة لازم يسحب له واحدة من الولايات المؤكدة عند هيلاري كلينتون. وجهة نظري جميل بيه إن الأرقام يعني هتفيد فقط في التعرف على مين الشخص، مفيش شك. ده بقى انا عايز اخلي السيد سفير حاجه ثانيه متعلقه بنفسه، هنا عشان نقول جلستنا هنا جميل بيه مش متابعه الاخبار اللحظيه بتاعه اقتربنا ولا ما اقتربناش من نهايه السباق، لا، دراسه التجربه الامريكيه كلها وانعكاساتها على حياتنا اكيد السلبيه او الايجابيه، منها الموضوع اللي حضرتك اثرتيه في البدايه، كيف يمكن الاستفاده بالتجربه الانتخابيه في امريكا بالزبط. في حياتنا العربيه او حياتنا في الدول الناميه عموما. اعتقد ان احد المجالات المهمه هي فكره الثقافه السياسيه اللي وصل اليها الامريكان دلوقتي، واللي جميل بيه اكدها لنا لما بيقول انها بقت مشربه من الوالدين الى الاطفال، ازاي الانتخاب ده حق وواجب، مش بس حق ولا هو واجب فقط، انما هو الاثنين مع بعض. اصبح الانسان فخور بانه بيروح انا I'm voting today، انا رايح اصوت، دي مساله يعني جزء مشرف للحياه للمواطن الامريكي انه يذكر لاولاده او احفاده انه عمل كذا وهيعمل كذا ويعلمهم ازاي التصويت. اثنين، فكره حياديه المؤسسات الدوله في تعاملها مع المرشحين، ما شفناش في اعمال الاعلام الامريكي او اعمال القضاء الامريكي او اعمال الشرطه الامريكيه والاستخبارات الامريكيه حتى الان ما يشين في اي مرحله من مراحل الانتخابات سواء الحاليه او السابقه ما يدعو الى التشكك في نزاهه دور هذه المؤسسات وهي بتعمل لصالح المرشحين الاثنين. حمايه دونالد ترامب النهارده انا تابعته صباحا وهو بيدلي بصوته، طقم الامن المحيط به من درجاته العليا ويكاد يكون يعني بالنسبه له كانه هو صاحب الولايه عليه، يعني كانه هو تابع له، انما هو دول مؤسسه امنيه بتدعم عمليات تامين الموقف. ليس من كده. طيب بمناسبه كلام حضرتك النهارده كان في وايضا الاعلام وايضا القضاء وايضا يعني سؤالين نقطتين، هل الاعلام موضوعي مع المرشحين؟ النقطه الثانيه تتعلق بتصريحات لدونالد ترامب نفسه، كان بيقول انه ان لم يفز في هذه الانتخابات هيكون في شبهه تزوير. دي اسمحي لي انا يعني كانت دي احد المآخذ الاولى اللي ذكرتها لحضرتك في هذا اللقاء النهارده المسائي. بقول لحضرتك انه واحد من المرشحين يقول انا اللي لازم افوز مهما كانت النتائج، الاستطلاعات المبدئيه بتقول ان هو مش فايز، ومهما ظهرت النتائج على الارض يقول في الاخر لا انا ههدمها، انا هقوم
بعدم الاعتراف بهذه النتائج لان انا استحق الفوز؟ لا طبعا ده عمره ما حصل في النظام الامريكي. لا تعقيب، انا احترم كل ما قلته في هذا الشان، ولكني انا اعتقد ان دونالد ترامب معروف بالتصريحات الناريه والحرب الكلاميه، كل ده فرقاء اعلاميه. انا اعتقد ذلك، وانا اتوقع اذا فاز ترامب، اما اذا خسر ترامب اتوقع شخصيا انه سوف ياتي بما يسمى بالكونسيشن سبيتش، خطاب التنازل او الاعتراف او التهنئه لزميلتي. انا اتوقع ذلك. دونالد ترامب معروف عنه التصريحات الاعلاميه والكلاميه، انما حضرتك اثرتي نقطه في غايه الاهميه، الاعلام، دور الاعلام. دونالد ترامب انا اعتقد انه كان عنده افكار ايجابيه كثيره جدا، انما هو ما عبرش عنها بالطريق الصحيح. كان ممكن جدا يتخفى وراء قناع القناع السياسي. كل الصفات اللي حضرتك دي قلتها تدل على انه غير مؤهل لموقع الرئاسه. سيدي احنا ما قلناش ان هو مؤهل 100%، انا ما قلتش، انا بقول ان المضمون اللي بيقترحه سواء الناحيه الاقتصاديه او غيره كان ممكن يبقى فيه احسن من كده بالطريقه اللي عملها. انما اللي عايز اقوله الاعلام، دونالد ترامب واجه ثلاث مشاكل، ثلاث طيارات ضده. اول طيار هو الاعلام، كان في كل التجمع الانتخابي يبص للكاميرات ويقول لهم انتوا اللي ضدي، ها نمره واحد. وفعلا الاعلام المرئي والمسموع والكتابي كان ضد دونالد. ليتس كونفيس، يعني خلينا نعترف بكده، خليني اكمل الاثنين دول معلش سفير ارجوك. والنقطه الثانيه ان هو واجه السلطه التنفيذيه. السلطه التنفيذيه لما الرئيس اوباما، مع احترامنا لرئيس اكبر دوله في العالم، انما يذهب لمجمع انتخابي وحده والسيده هيلاري كلينتون تكون في مجمع انتخابي اخر، وان هو يعضد ويدعم السيده هيلاري كلينتون زوجته نائب الرئيس جو بايدن، كل هذه السلطه التنفيذيه. ثالثا اباطره الحزب الجمهوري تخلوا عنه. انا اعتقد ان هو واجه واخذ يصارع وحده. انا لا اؤيد، انا لا يهمني ترامب ولا يهمني هيلاري كلينتون، انا يهمني مصر، يهمني وطني. وانا اعتقد انه ما فعلته السيده هيلاري كلينتون، ده اعتقادي الشخصي، ربما كنا مخطئ، انما هو من اخطاء سياسه الرئيس اوباما الذي عاهدناه وكنا تشوقنا في قدومه عندما جاء الى جامعه القاهره في مايو 2009. وتغير كلامه بشكل، وهذا هو الشرق الاوسط كامل. هذا هو الشرق الاوسط. طبعا يا امل نذكر المشاهدين بان احنا لسنا متناظرين، لسنا في مناظرة لا 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 نهائي، احنا ديمقراطي وجمهوري. ولكن انا في اعتقادي انه مهمتنا تعريف كل الناس بالفعل بالمزايا والعيوب اللي بنشوفها. ده صحيح. في المواقف الامريكية هو حاليا هيلاري كلينتون دونالد ترامب بيناشد الناخبين في فلوريدا، بيقول نحن نبلي بلاء حسنا وامامنا وقت كافي. اترككم مع زميلي محمد شعبان والسوشيال ميديا، فقره السوشيال ميديا. ولكن في النهايه اشكر ضيوف الكرام السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجيه الاسبق للشؤون العربيه ومندوب مصر الدائم لدى الجامعه العربيه، واشكر ايضا السيد جميل بدر الخبير في الشؤون الامريكيه. شكرا ليكي. انتقل الآن إلى محمد شعبان وبعض الآراء التي وردتنا عبر مواقع التواصل المختلفة حول سؤال هذه الساعة. إليك محمد. شكرا لك يا أمل، ما زالت متابعتنا مستمرة للتواصل.